هل تعتقد أنه قيادات الإطار استطاعت أن تتعامل مع الأزمة بإيجاده، أم أنها تحت تأثير أو تشتغل بردات الأفعال، وأن هنالك أطرافا في الإطار تحاول أن تورطه للتأزيم أكثر مما يجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السلام على حضرتك أستاذ نجم، وتحية للضيوف الأعزاء ولقناتكم ولجمهوركم الكريم. حياك الله. حقيقة اليوم المشهد السياسي أصبح صعب جدا ومعقد، وربما في لقاء مع حضرتك أو في قناتكم ذكرت أنه بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان أصبح المشهد معقد أكثر، زاد المشهد تعقيدا والانسداد زاد انسدادا، لأنه اليوم التيار الصدري إلى جمهور تعرف كبير. نعم. وكذلك اليوم الإطار له ذي جمهور كبير، وهذه الجمهور يعني إذا ملتقت مع بعضها ما راح نتمكن من تشكيل الحكومة، وهذا واضح كان في يعني الخلافات السياسية اللي حصلت بين الطرفين أدت إلى اختيار تشكيل رئيس الجمهورية اللي هو العقدة الأساسية اليوم، هي طبعا قبل رئيس الوزراء، وانعكست هذه العقدة وعدم الوصول إلى الثلثين من قبل تحالف الثلاثي لتشكيل حكومة الأغلبية أدى لانسحاب التيار الصدري من العملية البرلمانية، وليس من العملية السياسية. واضح أنه لا يزال يعني التيار الصدري يحاول الدخول في المشروع السياسي والتأثير عليه بالمظاهرات باستخدام الشارع، وهذا حق يعني دستوري وقانوني أن التظاهر السلمي مكفول لجميع أبناء الشعب العراقي ولكل أبنائه. أما الإطار التنسيقي اليوم ذهب إلى تشكيل الحكومة وبعد انسحاب التيار الصدري، رأى في رؤيته أنه الإسراع بتشكيل الحكومة مهم لخدمة المواطن وتشكيل حكومة خدمة وطنية اسمها، حتى يتمكن من تحقيق رغبات جزء أو كل رغبات الشارع العراقي. في رؤيته كان أنه تشكيل الحكومة راح يكون ممكن أنه يحدث بسرعة، لكن نزول الشارع من قبل التيار الصدري وبعض القوى الجماهيرية الأخرى ليست قوى سياسية أدت إلى أنه طبعا بعد إعلان ترشيح السيد محمد الشياع السوداني اللي هو شخصية وطنية وعراقية ورجل إلى كفاءته ونزاهته مشهود لها، لكنه ما حالف يمكن الحظ في أن يكون مرشح في الدورات السابقة ورشح في هذه الدورة، لكن بعد أن كان تقديم اسمه نزلت هذه جماهير التيار الصدري باعتبرها سماحة السيد مقتدى الصدر أنه هو الظل الظليل للسيد المالك. والمشكلة واضحة، هي ليس مع الإطار التنسيقي وليس الخلاف شيعي شيعي، وإنما خلافه بين قوتين سياسيتين هما التيار الصدري وائتلاف دولة القانون.